للدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لإيجاد حل منزوع السلاح في سرت والجفرة وإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية. أجرى وفد أمريكي برئاسة مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميغيل كوريا والسفير ريتشارد نولاند مشاورات افتراضية مع مسؤولين ليبيين. ومع تأكيد السفارة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستواصل انخراطها مع الليبيين لرفض التدخل الأجنبي وخفض التصعيد والعمل معا من أجل حل سلمي للأزمة، أكدت شبكة CNN الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب تراجع عن توريط نفسه في الحرب الليبية رغم مناشدات تركيا ومصر له بالتدخل. CNN قالت إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عملا على إقناع ترامب بالتدخل دبلوماسيا والضغط على روسيا للتراجع عن أهدافها الخاصة في ليبيا، لكنه أخبرهما أنه يفضل عدم التورط فيما سماه صراعا فوضويا آخر في الشرق الأوسط حسب مسؤولين أمريكيين. وحتى مع دخول الإمارات والسعودية في محاولة للتأثير، أكد ترامب أنه يفضل تجنب التورط في الملف الليبي قبل الانتخابات الرئاسية في ظل وجود العديد من القضايا المحلية التي تثقل كاهله، وحثهم على حل المشكلة فيما بينهم، وهو ما يطرح تساؤلات عن مستقبل الأزمة الليبية في ظل غياب دور أمريكي فعال. ومع التصعيد في محور سرت الجفرة واحتمالية اندلاع حرب جديدة، قالت CNN إن الرئيس الأمريكي لم يسعى لإقناع أي من حلفائه بتجنب الدخول في صراع شامل في المنطقة، خاصة في ظل التنافس على فرص الاستثمار المستقبلية في ليبيا وعقود النفط بمليارات الدولارات وتصاعد التوتر في المتوسط. في المقابل، أشارت شبكة CNN الأمريكية إلى مشاركة وزير الخارجية مايك بومبيو في مؤتمر برلين على أمل إيجاد تسوية للقضية الليبية وإنهاء التدخلات الأجنبية، لكن ذلك لم يغير شيئا في المشهد، خاصة أن البعض يتهم واشنطن بالتخبط وعدم الحياد والتزام الصمت أمام ما يفعله حلفاؤها في ليبيا. وهنا نقلت CNN عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله أن السعودية ومصر نجحتا تحت قيادة مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون في الضغط على ترامب لتغيير السياسة الأمريكية في ليبيا، وقد وافق ترامب على التواصل مع حفتر في أبريل 2019 مع بداية عدوانه على طرابلس. هذا الاتصال اعتبره البعض وقتها تحولا كبيرا في موقف واشنطن التي تدعم حكومة الوفاق الوطني، وقالوا أن بولتون وآخرين في دائرته أقنعوا البيت الأبيض بأن الرهان على حفتر سيكون واعدا، وفي النهاية تبين بالدلائل أن رهان بولتون كان خاطئا بعد الهزائم التي لحقت حفتر وسقوط مشروعه العسكري.